يا خويا ذي الواد راه ورانا كارثه، الله يرحم الموتى ويرحم هذ الدراري اللي ماتوا اليوم واللي ماتوا في السمن هذ اللي فاتت، والله يرحمه. وذا راه واد بنا عام كبير، راه ما مش دايرين قناطر للشبيبه وين تقطع، للجبانه تقطع، للسكان لبعضها بعض، وطالبين من السلطات شوف لنا حل على هذا الواد. وهذو نقدر عليهم ربي وراحوا، انا لله وانا اليه راجعون.